تصابت بحصار وادي الضيف بإدلب، كان لنا شي 7-8 شهور متحاصرين. تصابت هناك، الإصابة أدت لكسر فقرات قطنية شل الأطراف السفلية. ضليت بعدها شهرين ونص تنسعفت بسبب ظروف الحصار، وإصابة سببت شلل، يعني ماني غريب عن وضع الشلل. فالحمد لله رب العالمين على المعالجة والرياضة رجعت أمشي شوي. صراحة إصابتي صعبة شوي، يعني ضليت فوق سنتين ونص ثلاثة لقدرت أقلم مع ظروف الإصابة وتعايش معها، لا أعرف كيف بدي أتعامل معها. جيت على وضع جديد، وضع صحي ما نسهل يعني شلل. فالحمد لله رب العالمين تحسن، صرت أمشي شوي على العكازات، وقررت بعدها كفي دراستي. كفيت الدراسة، وبعد ما أخذت البكالوريا وسجلت جامعة إنه خطر إني كفي ماديا إنه أفتح مشروع، أي شيء يطلع من البيت ما يكون قضي أكثر وقتي برا البيت، ندمج بهالمجتمع، ما ضل محصور بالبيت. بمساعدة مشروع جريع وطن الله يبارك فيه السيد الرئيس والسيد الأولى، فتحنا هالمشروع وإن شاء الله خير بإذن الله تعالى نبلش فيه.